السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده هو الجزء الثالث والأخير من 3 فيديوهات معنيين بإصلاح كل مشاكل مقاعد السيارة سواء الأمامية أو الخلفية. في الجزء الأول كنا بنتكلم عن طريقة إصلاح الالتواء اللي بيحصل في المسند بتاع الكرسي نفسه نتيجة حادث أو مشابه، وإصلاح كل المشاكل الجانبية المترتبة على ذلك. في الجزء الثاني اتكلمنا عن طريقة تفكيك المقعد بالكامل بحيث إن هو يوصل للحالة اللي أنت شايفها دي، بالإضافة لكده طريقة إصلاح كل المشاكل اللي بتكون متعلقة بحركة الكرسي للأمام وللخلف، بالإضافة لإصلاح كل المشاكل متعلقة بحركة المسند للأمام وللخلف. في الجزء ده هنتكلم عن 3 حاجات. أول حاجة طريقة إصلاح التمزق اللي بيحصل في الأسفنج بتاع الكرسي نفسه، وطريقة إصلاح التمزق اللي بيحصل في جزء من نسيج القماش سواء كان قماش أو جلد في المقعد، بحيث إن أنت ما تضطرش إن أنت تشتري كسوة كاملة أو تلبيسة كاملة جديدة للكراسي، بالإضافة لطريقة وضع عازل من أسفنج سماكة 6 ملي ما بين الأسفنج نفسه وما بين المقعد الحديد في الهيكل كله، بحيث إن إحنا نحمي الأسفنج من التمزق من الهيكل بتاع الكرسي. هنيجي لمشكلة لما يحصل تمزق في جزء من النسيج بتاع مقعد السيارة سواء الأمامية أو الخلفية، في حالة تستوجب عليك أو تضطرك إن أنت تشتري كسوة أو تلبيسة كاملة للكراسي. عشان تعالج الموضوع ده أول حاجة بتعملها إنك بتروح تشتري نسيج نفس الدرجة بالظبط، هو نفس النسيج بالظبط، تشتري على قد الكمية اللي عندك، يعني دي ربع متر بس. كل المقاسات اللي احنا بناخدها من الجنب ده او من الجنب ده او من هنا او من هنا بنسيب فيها سنتي زيادة علشان الخياطة او الحياكة. كده بقى الجزء ده اللي احنا رسمناه هو نفس مقاسات الجزء ده بالظبط. اللي بعد كده هو ان احنا بناخده للسروجي او للفني بتاع تصليح المقاعد ونقول له اعمل لنا احلال وتبديل ما بين الجزء التالف ده والجزء ده مكانه. اول حاجة هنبدأ بيها هو تقفيل الجزء السفلي او المقعد بتاع كرسي السيارة. بعد كده بنبدأ نقفل النسيج نفسه في الحلقات المعدنية في المقعد المخصصة لكده، عن طريق ان احنا ندخل الدبل او الحلقة المعدنية دي جزء هنا والجزء التاني بيكون هنا كده، وبعد كده بنضغطهم على بعض. عشان نضغطهم على بعض قدامك اختيارين، الاولاني ان انت تجيب الاداة المخصصة لكده ودي اسمها دبالة او بنس الدبل، وفكرتها بتفتحها وتحط الجزء اللي جواها ده اللي اسمه الدبلة على حسب اختلاف اسمه من مكان للتاني وبتضغط عليه وهو بيتكفل بعملية التجميع. الاختيار التاني لو انت مش عندك الاداة المخصصة لكده انك بتجيب بنسة او زرادية وتبدأ تحطها، وهي نفس الفكرة بالظبط، هي بس بتكون عايزة شوية صبر. وبنبدأ بعد كده نقفل الداير كله بنفس الخطوات بالظبط.
وده الشكل النهائي بعد تقفيل كل أماكن التثبيت. علشان نعالج التمزق ده تابع معايا الخطوات. بعد كده بنثبت الجزء ده في الحلقات المعدنية دي بواسطة ده. الشكل النهائي للمقعد. ده الشكل النهائي للمقعد من الجانب بعد إتمام عملية الإصلاح بدل ما تستبدل كسوة أو تلبيسة بالكامل جديدة. بعد كده طريقة تفكيك النسيج أو القماش اللي بيكون موجود على المقعد الخلفي أو الكنبة الخلفية في السيارة من أجل أعمال النظافة والغسيل. تابع معايا الخطوات. بعد كده بنرفع المسند لفوق لأنه بيكون مشبوك بخطاطيف من ورا، حلقات كده مشبوكة فيها معدنية، بنرفعه كده وبعد كده نروح شادينه كده. الكنبة الخلفية أو المقعد الخلفي في السيارة، طريقة التفكيك بتاعته بيكون في فرام معدني ماسك الجسم كله. الفرام المعدني ده بيكون مشبوك فيه نفس الحلقات اللي احنا شفناها في الجزء الأول وفي الجزء الثاني، حلقات في الداير كله. علشان تفكك الحلقات المعدنية دي قدامك حل من اتنين، اما انك تستخدم من ستيل تدخلها وتروح فاتح وتروح مطلع الحلقة المعدنية، بتستخدم الصفة وبتستخدم بنسة بوز رفيع وبتمسك واحدة وبتفتح بالتانية الحلقة. بعد ما بتفكك الحلقات المعدنية كلها بتبدأ ترفع الجزء ده كده، بيجي عندك الفصل ده في من جوه ثلاث حلقات معدنيين، ودول انا شارح نموذج ليهم علشان بس ما يبقاش تكرار للشرح. بتلاقي هنا كده ثلاث حلقات معدنيتين، وهنا كده ثلاثة، وهنا كده ثلاثة، في الجهة التانية برضو نفس الكلام، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة. مجرد ما بتفككهم بتلاقي القماش او النسيج طالع في ايدك.
بتغسل النسيج اللي انت طلعته وبعد كده بتعيد تركيبه بعد ما بيجف. نفس خطوات الفك والتركيب بتاعت المسند الخلفي هي نفس خطوات الفك والتركيب بتاعت المقعد او الشلتة الخلفية. لما هتيجي تقفل في حاجة بسيطة لازم تنتبه لها، عندك هنا في الهيكل نفسه بتاع المسند في 3 حلقات معدنية، في الناحية التانية هنا كده في 3 خطاطيف، ادي 1 ادي 2 ادي 3. الحلقة المعدنية دي لازم تروح جاية راكبة على الخطاف كده علشان تمسك المسند ما يركعش كده، الحلقة دي تشبط هنا كده. علشان تضمن وصول اشعارات ليك بكل الفيديوهات اللي بعملها اول باول، بعد الضغط على كلمة اشتراك في القناة فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس، فبعض الاحيان بتظهر لك رسالة بتعلم عليها وتدوس حفظ.